Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aaj ka durushi. Aaj yom juma hai. Yani durud o salam ka din. Aaiye milke apne kareem aqa sallallahu taala salam par zyada se zyada durud o salam padhein aur aaj ke din ki برکتیں اور فضیلتیں حاصل کرنے کی کوشش کریں ہمیشہ کی طرح اپنے آج کے اس دن کی ابتدا درود و سلام پڑھتے ہوئے اور اپنے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی اسم گرامی سے کرتے بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه صلاة وسلاما تنزلون بهما في سلك أحبابه وتهدينا بهدايته سبيل سنته وكتابه وتسقينا من قاسي محبته سلسبيل شرابه وتشفينا من إلالنا بدواء ذكره وخطابه وتحيينا خادمينا لناله ورقابه ملازمينا لآتابته ورهابه فإنك فاتح لبابه مانح من توسل بجاهه ولاذ بجنابه وقد لزنا بجنابه وتوسلنا بجاهه إليك فاجعل دعاءنا مقبولا لديك وجزاءنا رضاك يوم الأرض عليك سبحانك ربنا نستغفرك ونتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تمام مؤمنين مؤمنات مسلمين مسلمات بھائی بہنوں کو جمعہ شریف مبارک